أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. نحن الآن في أعلى برج القاهرة، من هذا المكان المرتفع حفظ الله مصر وأهلها، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على التفكر في خلقه. فهذه فرصة للاعتبار والتدبر والتفكر، فالإنسان جعله الله عز وجل خليفته في الأرض يعمرها. والله عز وجل قد أخبرنا في القرآن الكريم عن الأمم من قبلنا وأنه مكن لهم في الأرض، فمن الناس من استخدموا هذا التمكين في عبادة الله تبارك وتعالى وفي مرضاته تبارك وتعالى، ومنهم من طغى وتجبر. قال تعالى عن قوم عاد: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد، إلى آخر الآيات. وقوم عاد مكنهم الله عز وجل في الأرض كما قال تعالى عنهم: أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. وكذلك كان قوم ثمود، قال الله تعالى عنهم: وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين. وقال تعالى عنهم: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ومن الأمم من مكنهم الله عز وجل فأطاعوه سبحانه وتعالى، فمن الذين مكنهم الله في الأرض سيدنا سليمان عليه السلام الذي آتاه الله الملك، وكذلك سيدنا داود عليه السلام: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فالإنسان مكلف بعمارة هذه الأرض والاستخلاف فيها، فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا أهلا لمرضاته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.